حمزة، مش ممكن تكون جاي عشاني. أنا فعلا جاي عشانك. دي تعتبر من العجائب، ما أني وإنت كنا قاعدين في السرايا من ساعة واحدة بس. مش عارف أتكلم معاك هناك. تشرب إيه؟ لا مش عايز أشرب، أنا عايز أتكلم. اتكلم. بص يا سلامة، أنت أخويا الكبير وفي مقام أبويا كمان. شوف من غير مقدمات، أنا عايز أقولك إنه بعد شلش الحلواني أنت كبرنا، وكبيري أنا بالذات. برضك من غير مقدمات. بصراحة كده يا سلامة، أنا قررت أنسى موضوع حفصة. خريستو، خريستو، تحت أمرك سلامة فندي. شوف لنا حاجة نشربها. وخدرة الزابط يشرب المشروب بتاعك؟ لا لا لا، حضرة الزابط هات له علبة حصة. تحت أمرك. هاي يا سلامة، قلت إيه؟ شوف أقول لك الحق، أني كنت حاسس إن هناك تغيير، بس ما كنتش باصص للتغيير ده بعين فاحصة، إنما قلبي أشار لي. المشكلة الأفظع من المفاجأة هي البنية المسكينة. هنقول لها إيه وهي قاعدة مستنياك 11 سنة؟ سلامة، يحصل ده دلوقتي أحسن ما يحصل بعد الجواز. لا وإنت الصادق، كان المفروض يحصل في زمن شلش الحلواني، أو قبل ما تسافر المكسيك، أو بعد رجوعك من المكسيك، إنما 11 سنة مش كتير يا حمزة. جرى يا سلامة، ناوي تعقد الحكاية ولا إيه؟ أني لا، أني حسهلها ما أمكنني، إنما اللي هيعقدها بقى حفصة ومؤصيلة. ومؤصيلة يتفت لها بلد بحالها. يبدو إن شلش الله يرحمه لما مات كان غضبان علينا، وانتقامه مننا هو أم أصيلة. أيوة، عايزة تبقى الكبير تتحكم في كل واحد، اتجوز دي ما تتجوزش دي، وانت بسلامتك جاي تقدم لها على طبق من فضة الجنازة اللي هتشبع فيها لقم. سلامة، أيا كان الوضع أنا قلت لك اللي عندي. وإيه المطلوب مني يا حمزة؟ تكلم أم أصيلة. يا سلام عليك، ايه الحلاوة دي؟ ده انت اخترت لي اسهل حاجة، ام اصيلة. طب وحفصة؟ حفصة، ما انت برضو اللي هتكلمها. اني الله، ما انت كبرنا بقى يا جدع. سلام، لازم تخبط على باب قبل ما تدخل. افندينا. مين افندينا؟ الخديوي. مالو؟ جاي. جاي هنا؟ يظهر كده. يعني ايه يظهر كده؟ مولاي الخديوي. سونالتس، ده شغف كبير انك تزورنا. مين؟ انا سالم يا فندينا. ده نشأت يا سالم، خدوا مكتبك وجيب له حاجة يشربها لغاية ما خلص. يلا. امرك مولانا. سمو كديف، تحب تشغب حاجة؟ اقعد مسيو ديليسيبس. ولا نعمل زينات نجيب ناس يهتفوا بحياة افندينا؟ اقعد مسيو ديليسيبس. معقول اقعد في حضرة افندينا؟ انت حر؟ مش الحرية دي من شعارات فرنسا؟ سموك تعرف تاريخ فرنسا أحسن مني. المهم دلوقتي مش التاريخ، إنما الحاضر. وصلتنا تلغرافات بتقول إن فرنسا اتهزمت من ألمانيا. أمونديو، استمبوسيبل، مستحيل. يعني أنا مش قلتلك في الأول أقعد؟ أنت لازم تقعد بخبر وحش. مستحيل ألمانيا تهزم فرنسا. يبدو أن القيادة الفرنسية بتفكر بنفس الطريقة، استهوانت بألمانيا، مع أن ألمانيا هزمت النمسا بجلالة قدرها قبل كده. ده موضوع تاني. إيه هو الموضوع الأولاني؟ ألتس، هو حصل إيه؟ أبدا، القوات الفرنسية اتهزمت في الإلزاس واللورين. سماجستي الأمبرور؟ الامبراطور ما فيش اي اخبار عنه، الله اعلم، مين عارف ايه اللي جرى له. على كل حال انا حبيت اقول لك الخبر، واقول لك كمان ان انا مستعد لعمل اي شيء. ومسيو ديليسيبس، اعتبر انك في بلدك التاني، بابي مفتوح لك في اي وقت.
كلميني. في ايه يا غرام؟ انا اللي بسألك. مش فاهمة. في حاجة اتغيرت. في ايه؟ في العلاقة اللي بيننا. انت شايفة كده؟ انا حاسة ده. طب ليه؟ انا اللي بسأل يا رمز. يمكن حماسي قل من حماسك. تفتكري؟ انا زيك مؤمنة بان الدولة العثمانية لازم تكون قوية موحدة، انما مسألة ان انا اشيل سيف وادافع عن الوحدة دي قضية تانية. ايدي صعب تشيل سيف، ومهما كان النجاح اللي حققته فلانة او علانة، الا انه من رأيي ورأيي انا لوحدي ان البوليتيكا وجع دماغ. بدل ما تقولي خطبة صرحيني يا رمز، انا اتصورت ان مفيش اتنين اقرب لبعض زي انا وانتي. تقدري على الصراحة؟ جربيني. احمد الخزندار كان جوزي. شفتي؟ اديكي مش قادر على الصراحة. وليه ما قلتليش؟ يعني كان ماضي وحبيت ادفن. احمد الخزندار مش ماضي، ده معانا كل يوم، وهو ده اللي عمل اللي بتسميه تغيير. اتجوزتي امتى؟ من 6 سنين. غريبة، ما عرفتش ابدا اسمه. اكانش حد يهمه اسمه، المهم انه كان فلاح، ولو كان ماشي جنب بنت الاكابر وضله جه عليها تعتبر جريمة تستاهل الاعدام. امال بقى ده اتجوزها، الدنيا اتقلبت زي ما انتي عارفة، واللي نجاني من ايديهم معجزة، واللي نجى احمد انه عارف ازاي يدافع عن نفسه. انا مش قادرة اصدق. ليه تخبي عني يا رمز؟ لاني وعدت ان انا انسى الماضي. ونسيتي؟ حتى لو نسيت اهو بيفكرني بنفسه. افندينا وصل. مولاي ده شرف كبير يا مولاي. انا حبيت افتش. تفتش؟ كنت في زيارة جميلة قلت امر عليكي، دايما كنت بشوفك وانتي مستعدة للمقابلات، قلت اعملها مفاجأة. وبعدين لقيتك اجمل من اي مرة شفتك فيها. مولاي هي دي الحقيقة. كنت أفضل إن مولاي يجي بدافع الشوق مش بدافع التفتيش. مين قال إن الشوق مش موجود؟ مولاي ما قالش إنه موجود. أديني بقول. إنما مولاي ما حكاش عن الزيارة الجميلة اللي كان فيها. كنت في زيارة ممتعة لمسيو دي ليسيبس. انا ما تصورتش ابدا ان ممكن ميسيو دي ليسيبس زيارته تكون شيء ممتع. المتعه في الموقف ذاته. اصل جت الاخبار ان فرنسا اتهزمت في الحرب. صحيح. شفتي؟ اديكي فرحتي، انا كمان فرحت، لكن قلت لنفسي يا ترى المسكين ده هيعمل ايه لما يسمع الخبر. رحت عشان اواسيه. وده كان شيء ممتع؟ طبعا انك تواسي انسان في محنة شيء ممتع. بنتعلم من مولاي. عارفة يا غرام وانتي داخلة انا شفت ايه؟ شفتني يا مولاي؟ طبعا، بس شفتك ايه؟ شفتك قمر. مولاي الكلمة دي كل الناس بتستخدمها، ما تلقش بمقامك. انا عارف،
بس ما لقيتش أصدق منها. عاوزة تتأكدي؟ مولاي أتأكد من إيه؟ تقبلي دعوتي وتشوفي. أقبل الدعوة بكل ممنونية، بس أشوف إيه؟ الدعوة على مركب على مياه النيل، والوقت نص الشهر، والقمر بدر، وبصي شوفي هتلاقي الشبه كبير قوي. صباح الخير برنس. نوار باشا، أرجو إني أكون مش معطلك عن حاجة. مولاي أنت ولي العهد ومن حقك إنك تتدخل في كل الأمور، وأنا نصحت أفندينا بإنه يديك الفرصة كاملة عشان تطلع على كل الأمور. أنا سمعت إن في أخبار عن الحرب بين فرنسا وألمانيا، جيت أعرف الحكاية. اهتمام جميل من خديوي المستقبل، وفعلا للأسف الخبر صحيح. ألمانيا هزمت فرنسا على محورين، الإلزاس واللورين. معنى كده ان فرنسا اتهزمت نهائيا؟ في فلول بين الجيش مع الامبراطور، لكن هيعملوا ايه؟ ده شيء واضح، واغلب الظن انهم هيتجمعوا في باريس عشان يدافعوا عن الدولة، ولو ان الامر ده مشكوك فيه. ليه؟ الفرنساويين يا برنس، الفرنساويين عندهم ضعف كبير جدا بالنسبة لباريس، بيخافوا عليها وبيحاولوا يجنبوها الحروب. غريبة باشا، الدولة ولا المدينة؟ ده سؤال ذكي جدا. والإجابة؟ الإجابة ما يجاوبش عليها غير واحد يكون صاحب قرار زيك يا برنس. ومين قالك اني صاحب قرار؟ اما كانش دلوقتي بعدين. نوار باشا انت عارف كويس الامور بتتغير ازاي في الشرق. انا يا كل معلوماتي ان فندينا بيحاول جاهدا انه يخلي الحكم وراسي. ممكن يغير رأيه؟ اظن اوروبا ما تبقاش مرتاحة لحاجة زي دي. ايوه يا سي سلام، انت عايزني؟ ايوه، هو موضوع صغير كده يا ست ام اصيله. اتفضلي اقعدي. والله اني مش عارف يعني ابدا الموضوع ازاي، انما يعني هو احنا هنفضل قاعدين كده؟ هو ما نقعدش كده ليه؟ يعني علشان هنتكلم ازاي؟ زي الناس. ايوه يعني دلوقتي يا ست ام اصيله احنا هنعمل ايه مع حفصه؟ في ايه؟ اصل حمزه يعني حمزه مش عايز يتمم الموضوع. يا لهوي، ايه فوجئت يا ست ام اصيله؟ هو كلنا حاسين انه مش زي عوايده، لكن يسيب البيت دي تتجنن. ما احنا بقى معتمدين على الله وعليك. بعد ايه؟ بعد ايه يا سي سلامة؟ لو كنت سبتوني في الفرمة كنت عرفت اتصرف. ايوه يعني كنت هتتصرف ازاي يا ست ام اصيلة؟ ما هو ايه اصل الحكاية؟ ايوه، الست بتاعت السراي. ست مين؟ الست اشرقت. ايوه مالها؟ اكيد عاملة له عمل بالمحبة. شرقت هانم، كلامه دي اللي بتقوليه يا ام اصيله. طب شوف لنا انت كده واحد شاطر، ان ما كان يطلع العمل ما بقاش اني مريم الحلواني. اتفضل يا دكتور. ممنون يا تقدر. كنت عايز اسالك سؤال. ايه، بتشتكي من حاجه؟ بشتكي من حاجه؟ لا ابدا ولا حاجه. مش ممكن، كل اللي بيقابلوني بيشتكوا من حاجة. أنا كنت عايز أسأل سؤال تاني. اسأل يا تودري ولا يهمك. محتاج ممرضة؟ محتاج؟ كلمة محتاج دي مش كفاية. أنا عندي. سمعت الكلمة دي كتير قوي. بجد يا دكتور؟ أنا آخر واحدة جات لي يا تودري
كانت قاتلة. ليه حضرتك ما عندكش ثقة؟ من كتر اللي حصل. طيب شوفها. أشوفها يا تودة. إمتى؟ أنا هجيبها، ما هي تبقى أختي أنا. بارودي بيه. مساء عبدو. أهلا أهلا. أنا جاي لك في موضوع مهم جدا. طب اقعد يا راجل استريح. ايه خير؟ في ايه؟ انت عارف ان قبل ما اشوفك كنت بتمنى انك تكتب لي اغنيه، وما زالت الاغنيه دي موجوده وهتفضل موجوده على طول. انما دلوقتي في حاجه تانية اهم شغلاني، حياتي نفسها. انت حياتك تهمنا يا سعد؟ انت انسان فنان بيسعد الناس، بالاضافه انك انسان كلك رقه واحاسيس نبيله. انا بالذات من اول لحظه قابلتك فيها وانا ابديت لك اهتمامي ومودتي، وعشان كده انا لجأت لك. عمر، انا بصراحه قلبي هو اللي بيمشيني. يوه. كلنا هذا الرجل. بحب القمر. وانت اكتر واحد ليك الحق في حب القمر. هانم كبيره قوي. مش نتكلم بصراحه احسن؟ انا ما بحبش افتح واحده. يا سي عبدو، كل الناس عارفه قصه حبك لأشراقة هاني. ياه، هو انا مكشوف قوي كده؟ الحب هو الاحساس الوحيد اللي محدش يقدر يخبيه. عموما دي المشكله الاولانيه. طب والتانيه؟ التانيه ان بحب ألمس. ايه، ما استعجبتش يعني؟ اسمعك، بقولك بحب اتنين. عايز نستعجل؟ يعني متوقع منك ده؟ شوف يا سي عبدو، المشاعر الإنسانية ديت فيها حاجات غريبة جدا. إلى حد إن واحد يحب اتنين؟ إلى حد إن الواحد يتوهم إنه بيحب اتنين. أيوة، لكن أنا مش بتوهم. ما تفرقش، الوهم والحقيقة قريبين من بعض قوي في أمور العواطف. طب والعمل؟ وتفتكر أنا هقدر أقولك الحل؟ أمال أنا جاي لك ليه؟ اتجوز ألمس، ده يبقى أسعد يوم في حياتي. إنما أشرقت، أشرقت وهم يا سي عبدو، زي طائر العنقاء، كل الناس بتتكلم عنه إنما عمرها ما شافته. أقول لك انساها، أنت صحيح مش هتقدر تنساها، إنما ما تخليهاش تأثر عليك، خليها دافع علشان تغني أجمل مش علشان تحطمك. يعني مفيش فايدة. ازاي ده؟ تسمحوا لي اقتحم عليكم الجلسة الجميلة دي؟ اهلا يا دكتور، اتفضل. طبعا. اهلا يا دكتور. شكرا. اولا انا عايز اثني عليك يا بارودي بيه في قصيدتك الجديدة. الله يخليك. تصور يا حضرة البارودي بيه بيقول ايه؟ وما الحب الا حاكم غير عادل إذا رام أمرا لم يجد من يصده. الله 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 الله، ده مش درس في الحب والغزل بس، ده درس في الحكم كمان. أيوه. الله، أنت ما جيتش ليه؟ أنا هجيلك إن شاء الله. طب قول لي إيه أخبار الصداع؟ قاتل. هو حضرتك تعرف سي عبده قبل كده؟ سي عبده؟ أخ، أنا برضو قلت كده، بس لما جاني الإسبيتاليا ما قالش إنه سي عبده. أنا عارفك، بس أنت مين؟ أحمد بيه موجود؟ أحمد بيه مين؟ ما هو لازم تقولي الاسم بالكامل، أحمد بيه كازي، ما البلد مليان أحمد بيه. أهلا وسهلا، تفضلي. عرفتني؟ طبعا، ما كانش بالبصر يبقى بالبصيرة. كنت أتمنى يكون بقلبك. أمال يعني إيه معنى كلمة البصيرة؟ أنت ليه دايما ما بتقولش؟ لو طفت بر المحروسة كلها الحقيقة مش هتلاقي أجدع مني. هو ده الكلام اللي بيقوله الناس اللي بيلوعوا. يلوعوا؟ الحقيقة الكلمة دي غريبة عليا. طب قولي، أنت مخبي إيه عليا؟ كتير.
صدقتني؟ أنا دايما مصدقك. أنا عايز أعرف أنت مخبي إيه؟ ليه؟ لأني عايز أعرفك. أيوة ليه؟ غلطانة؟ بالعكس. طيب قولي. أقولك إيه؟ أسرارك. ما أنا يمكن ما بعتبرهاش أسرار. المهم تتكلم. تفضلي اسألي. بتتهرب مني. بالعكس أنا بسهلها عليكي. إيه حكاية رمز؟ أنت إيه اللي تعرفيه؟ أنا عايز أعرف كل حاجة. الحقيقة أنا مملكهاش، عشان كده لازم تسأليها. سألتها؟ قالت لك إيه؟ إنكم كنتوا متجوزين. طب ما أنت عرفت كل حاجة أهو. كنت عايز أعرف منك أنت. الحقيقة متقسمة بين اتنين. طب وليه خبيت؟ أنا ما بحبش أخبي حاجة. المشكلة مش فيا أنا، المشكلة فيكوا أنتوا. ما تجمعش. أنا حاجة تانية. أنا لو حبيت هعلن الخبر للدنيا كلها. نفس الكلام اللي قالته لي رمز في أول لقاء بينا. أنا مش رمز. أنا ما قلتش كده. أنا قلت إن في واقع أقوى مننا، حتى لو كانت محاولتنا للخلاص منه غاية في الصدق. طب ودلوقتي؟ دلوقتي إيه؟ لسه بتحبها؟ أنا قعدت 6 سنين أعالج نفسي عشان ما أكرهاش. قد كده كانت وحشة معاك؟ ما أظنش هي. أمال مين؟ النظام حاجة كبيرة غير مرئية، ممكن تسحق أي حد في أي وقت. أنا كنت غالي إني أنا أعمل أول الكوباية ده، هي بتاعتك ودي بتاعتي، إنما دلوقتي هروح أغلي كوباية لنفسي. مملونين يا مواس. على إيدي برضو مهما كان ضيفي. أنا خايفة أكرهك. تكرهيني؟ أنا بكره الضعف، وحاسة إني ضعيفة قدامك. أنا كمان حاسس بضعف قدامك، ولا يمكن أكرهك ولا أي حد تاني يقدر. أنا طالب منك الجواز يا حياتي. ولا موافقة يا روح قلبي. إيه الكلام الفارغ ده يا خواجة يعقوب؟ أنت تقولي اللي مكتوبه وبس. يعني إيه بقى؟ أفهم، لازم أفهم. دي ست بيحبها اتنين، واحد فيهم أهبل والتاني يعني ابن حلال وشريها، يبقى تتجوز الأهبل ليه بقى؟ والله ليها حق يا يعقوب. خير بيه؟ طب يا جماعة راحة نص ساعة. طيب مش ترد عليها؟ أرد عليها وإنها إيه يا خير بيه؟ ده انا كل ما اقول لها حاجه تقعد تناقش كما لو كانت علي مبارك. بس بصراحه البنت افحمتك يا عقوب. البرنس حسين كامل. اهلا وسهلا بالبرنس. اهلا وسهلا. ده شرف عظيم ان التياترو يحظى بوجود جنابك. البرنس من محب التياترو، لما عارف اني جاي يصمم يجي معايا. دي منا لا ننساها ابدا. فن التشخيص جديد في الشرق ومحتاج مساندة تقولي الأمر. هنشجعك يا عقوب، بس ده برضو ما يمنعش إن البنت أفهمتك. أنا بقترح إن جنابك اللي تناقشها. بس على فكرة يا عقوب، أنا حكون دايما في صفها. الحقيقة ده انتصار كبير إنك تقنع بنت في مجتمعنا ده تشخص في التياترو. لا، ولو عرفت جنابك إن صفصف من أسرة كبيرة ليها مكانتها. قصة ايه بقى يا سعقوب؟ انت بتهزر معايا ولا ايه؟ يعني ايه صفصف؟ مفيش عيلة؟ يعني لا مؤاخذة حضرتك، يعني انا عايشة على ده. ايه ده؟ دراعي ولا مؤاخذة، يعني اشتغل بيه، مفيش مانع يعني اتخانق بيه كده عند اللزوم. تتخانقي؟ ايوه، يعني افرض حد كده يعني اتجرأ عليا ولا مؤاخذة. يظهر يا يعقوب ان صفصف بتتبع اسلوب الدول الاوروبيه. ما تفرحش قوي كده يا خيري بيه. فرنسا صحيح انهزمت في المعركه، لكن الحرب لسه مستمره. اولا فرنسا ما انهزمتش في معركه، دول معركتين. لو بس القوات الفرنسيه تتجمع مره تانية. قصدك بتتراجع لباريس؟ يا جماعه ما تصلوا بينا على النبي، احنا مالنا ومال باريس؟ احنا هنا، وبعدين ده انتوا اجدع ناس. بقولك يا سعقوب، والله ما انا مصدقه ان برنس بحقه حقيقي. ايه ده؟ والله ولا انا كمان مصدق. وليه النعم دمه خفيف قوي. ما
مظبوط يا فندم. انت تعرفه كويس؟ طبعا اظن. انت اقرب الناس اليه. مش بالظبط. ايه رايك فيه؟ عظيم. مين؟ مين ايه؟ مين العظيم؟ افندينا. بتحبه؟ جدا. ليه؟ كده لازم نحب افندينا. هو افندينا يتحب فعلا. قول لجنابه ان رسالة وصلت. امر مولاتي. الليلة ليلة 14. مش فاهم. أصله قال لي إن زي القمر. أفندينا؟ بالظبط. قلت له إن ده تعبير سوقي. أنت قلتي له ده تعبير سوقي؟ مش بالظبط، بالمعنى يعني. صمم وقال لي إن في تشابه. تشابه إيه؟ بيني وبين القمر. هو اللي قال كده. وعزمني على سهرة يفرجني فيها على القمر. والنهاردة كل اللي بيقولوا إن الليلة دي ليلة 14. غرام، أنتي مش ملاحظة إن الموقف بقى خطير شوية؟ لا مش ملاحظة. أفندينا ميال ليكي أكتر. اللي في عينين أفندينا وبيحاول يخبيه مشروع حب. وأنتي بتحبيه؟ أنتي اتجننتي يا رمز. دي تبقى غلطة عمري. وبعدين أنا قلتلك قلبي بيقوم بكل الأعمال إلا الحب. يعني ممكن أسألك سؤال؟ إيه؟ مالك يا رمز؟ ها؟ لا أنا يعني كنت عايز أسألك سؤال. اتفضل اسأل. خلاص. إيه هو اللي خلاص؟ خلاص مفيش داعي للسؤال. ليه؟ يعني خايفة ما تجاوبيش عليا بصراحة. اسألي وشوفي. وبعدين أنا إمتى خبيت عليكي حاجة؟ من شهر. أنا خبيت عليكي حاجة؟ متهيألي. خبيت عليكي إيه؟ مفيش داعي بقى. اتكلمي يا رمز، مش معقول تفتحي موضوع زي ده وتسكتي. احمد الخزندار. ماله؟ بتحبيه؟ ما انا قلتلك قلبي بيعمل كل حاجة ما عدا الحب. ولا احمد الخزندار؟ ولا احمد الخزندار. انا ممنونة قوي على الكلام ده. معنى كده انك بتحبي؟ لا طبعا، انا قلتلك ده ماضي وانتهى. امال قلقانة ليه ان حد يحب؟ انا قلقانة؟ ومين قالك ان انا قلقانة؟ يا رمز انت لسه من لحظات قايلالي انا ممنونة من الكلام ده. لا، عشان يعني عشان ما يحصل لكيش اللي حصل لي. اللي حصل لك؟ وهو ايه اللي حصل لك؟ يعني اتجوزت واحد مش من مستوايا والعيله اتقلبت وفي النهايه خسرت كل حاجه. وبعدين انت لسه صغيره وحلوه والفرص قدامك كتيره قوي. وهو كمان ولا حاجه، لا مكانه ولا تفاهم ولا اي شيء. ياه، للدرجة دي بتحبي؟ أنا ما بحبوش، بالعكس أنا بكرهه. أيوه بكرهه لأنه دمر حياتي وخايفة تدمر حياتك أنت كمان. مولاي. غرام خاتون،
كلنا في انتظارك، القصر والقمر وانا. ده كتير عليا مولاي. تفضلي. ألمز أجمل صوت في مملكتي. سمعت عني كتير، يشرفني إن حضرتك تسمعيني المرة دي. تفضلي.
مولاتي نازي بيه. خليه يجي. نهارك سعيد خشيار هانم. شايف رجليك؟ ايوه. تثبتي مكانك، ما تتحركيش ولا قدام ولا ورا. امر جنابك يا هانم. عندك رساله من اسطنبول؟ ايوه هانم. فين رساله؟ هي رساله شفويه هانم. شفويه؟ ايوه. من مين؟ هي مش من شخص واحد. يعني ايه؟ من ناس كتير يا هانم. مين هم؟ عزيز بي عزت، عماد الدين بيك أزبك، وشوكة باشا البرسلي. شوكة باشا ده راجل مش كويس. ممكن يا مولاتي. مين تاني؟ شوكار هانم بنت سليمان باشا. شوكار هانم دي صديقة عزيزة. انتي تعرفي ان هي عندها سنان عيرة؟ لا يا مولاتي. خلاص يلا انتي عايزه ايه دلوقتي؟ خشيار هانم، احنا كلنا بنحب مصر وبنحب افندينا اعزه الله، واحنا خايفين من النفوذ الاوروبي، فالجماعه كلهم قالوا لي ان الشخص الوحيد اللي ينقذ مصر جناب الوالده باشا خشيار هانم، وطلبوا مني ان اكون جنب جنابك عشان اي شيء تطلبي مني او منهم. انت اسمك ايه؟ نيازي. نيازي ايه؟ نيازي بيك بشتك يا مولاتي. تقربي لوداد بشتك؟ ايوه اخوها. دي وداد دي ست مش كويسه. ليه يا مولاتي؟ لانها بتتجوز واحد مش من مستواها. اتطلقت منه يا مولاتي. عظيم، خبر مفرح. انت تقولي لها تيجي تقابلني على طول. امرك يا هانم. وانا انت ساكنه فين؟ افندم بيتكو فين؟ في منيرة يا مولاتي. منيرة، انت تروحي على منيرة على طول.